واحد، ترامب يفاجئ العالم بامتلاك رؤية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما ظهر في الحياة السياسية، هو موجود من فترة طويلة في الحياة العامة، لكن لما ظهر في الحياة السياسية ثم أعلى مستوى في الحياة السياسية، مرشحا ثم رئيسا لأكبر دولة في العالم، الرئيس ترامب كان في اعتقاد أنه لا يمتلك رؤية، وأن عنده بعض النثريات الفكرية اللي موجود بعضها في الاقتصاد نتيجة أن هو رجل أعمال. لكن الرئيس ترامب يبدو الآن أنه يمتلك رؤية، ويبدو أن فريقه عنده تصور لأمريكا والعالم. الرئيس ترامب تلقى اتصال هاتفي زي ما قلنا قبل كده من رئيس تايوان. قلت لحضراتكم تايوان محافظة صينية، جزء من الصين، ونتيجة صراع سياسي الأمريكان دعموا تايوان باعتبارها هي الصين، وإن بكين مش عاصمة الصين إنما تايوان اللي هي الصين الوطنية، هي اللي تمثل الصين في الأمم المتحدة. لكن من قرابة 40 سنة تم حل هذا الموضوع، وحصلت مصالحة صينية أمريكية، ومن سنة 79 تقريبا أو قبل كده قرابة 40 سنة مفيش رئيس أمريكي جرؤ أن يكلم تايوان رسميا، بمن فيهم الرئيس رونالد ريغان بنفسه. إنما الرئيس ترامب هو أول رئيس أمريكي، قبل كده ولا جمهوري ولا ديمقراطي ولا بوش الأب ولا رونالد ريغان حد جرؤ أن هو يتحدى الصين بهذا الشكل، وأن هو يتلقى اتصال هاتفي من رئيسة الصين، من رئيسة تايوان. لما الرئيس ترامب عمل كده العالم كله بقى في حالة ذهول، ماذا يريد ترامب؟ والصين طلعت تصريحات قوية جدا، وصفت ترامب بأن هو ما عندوش خبرة، وأن هذا الاتصال نتيجة قلة الخبرة. نائب ترامب حاول يخفف الموضوع، نائب الرئيس الأمريكي القادم، وقال إن الموضوع مجرد مكالمة مجاملة مش أكتر من كده للتهنئة، مجرد زوبعة في فنجان حصلت نتيجة مكالمة مجاملة. إنما الرئيس الأمريكي باراك أوباما معنى كلامه إن ترامب هيبوظ الدنيا مع الصين، وأكد إن البيت الأبيض بيحترم إن تايوان جزء من الصين. وزير الخارجية جون كيري قال إنه ترامب لازم هو وفريقه، هو ما قالش ترامب اسما لكن قال فريق الرئيس ترامب، لازم يلجأ لوزارة الخارجية قبل ما يعمل أي مكالمة أو سلوك في السياسة الخارجية، يعني ما تصرفش من نفسه، عايز يكلم تايوان، عايز يتكلم مع الهند، يتكلم أي بلد في العالم، لازم يرجع للخارجية يعرف الأول إيه موقف أمريكا وإيه رؤية السياسة الخارجية الأمريكية وموقف الدبلوماسية الأمريكية، فيكلم الخارجية وبعدين يتصرف. مجمل المشهد ده ادى انطباع ان ترامب بادئ بلا رؤية، وان ترامب اتورط في هذه المكالمة، وان ترامب عنده قلة خبرة، وان وزير الخارجية الامريكي نفسه بيقول له بعد كده بعد اذنك كلم الاول الخارجية عشان يقولوا لك الصح قبل ما تتصرف بطريقة مش صحيحة. انما هل صحيح ترامب ما عندوش خبرة؟ وهل صحيح ترامب بيتصرف نتيجة قلة الخبرة؟ في موقف آخر، الرئيس بوتين بيرى أن ترامب ذكي وأن عنده رؤية. موقع روسيا اليوم عمل تحليل مميز جدا، هل ترامب عنده خبرة ولا ترامب عنده قلة خبرة أو بلا خبرة كما وصفته الصين. طبعا موقف أو رؤية الرئيس بوتين تبدو قوية. ليه بقى؟ لما تجيب بقى موضوع الصين تلاقي ان ترامب تلقى اتصال من رئيس تايوان، هو اللي قال انه كلم رئيس تايوان، ما اعتذرش ان هو كلم رئيس تايوان، بعديها بشوية انتقد الصين في موضوعين مهمين جدا في الاقتصاد، في السياسة النقدية اتهم الصين ان هي بتخفض العملة الوطنية اللي هي اليوان، وان ده مخالف لقواعد الاقتصاد الدولي، وهاجم الصين. وهاجم الصين أيضا في الملف العسكري، إن الصين عندها نفوذ عسكري متصاعد مخالف لما ينبغي أن يكون في بحر الصين الجنوبي. يبقى إذن
ترامب ما كانش بيتصرف بلا رؤية، إنما في رؤية، ثلاث خطوات ورا بعض من أقوى الخطوات اللي اتخذتها أمريكا في مواجهة الصين. اتصال مع رئيسة تايوان، اتنين هاجم السياسة النقدية وخفض العملة الصينية، ثلاثة هاجم الجيش الصيني والرؤية الاستراتيجية الصينية والتوسع العسكري البحري الصيني في بحر الصين الجنوبي. يبقى إذن ثلاث ضربات ورا بعض منظمة، والرسالة إن أمريكا هتتعامل مع تايوان، وإن أمريكا هتعاد الصين اقتصاديا، وأمريكا مش هتسمح بقوة الصين عسكريا في بحر الصين الجنوبي. كده يبقى السياسة اللي كانت مترددة ومحافظة شوية في مواجهة الصين بتتراجع لصالح سياسة واضحة عدائية من ترامب وأمريكا تجاه الصين. يبقى إذن الموضوع ليس قلة خبرة، وإنما في رؤية عدائية للصين قلنا منها ثلاث مشاهد حتى الآن. ده ملف الصين. تعالى بقى ملف سوريا. كانت رؤية أوباما وهيلاري كلينتون معاه إن هم موجودين في سوريا من أجل إنجاح إسقاط، من أجل إسقاط النظام السوري وإقامة نظام بديل. لكن أمريكا ما ظهرش بالظبط هي عايزة إيه، إنما ده رأيها المعلن، لأن في اتهامات بتفاهم مع قوة متطرفة موجودة داخل سوريا. المهم ترامب قفل على ده كله وقال إنه هيتفاهم مع روسيا. يبقى أوباما وهيلاري كانوا داخلين في صدام مع روسيا في سوريا، ترامب هيدخل في تفاهم مع روسيا في سوريا، أوباما وهيلاري كانوا في حالة تفاهم نسبي مع الصين، ترامب في حالة عداء مع الصين. ثلاثة، دولة زي الهند وطبعا الخصمة الكبيرة ليها باكستان، نظرية أوباما طول الوقت التفاهم مع الهند، وزعيم الهند مودي كان على طول بيزور أوباما أو بيتصل بيه أو بيترك اتصال منه، وكانت العلاقة ممتازة جدا بين الهند وبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهيلاري كلينتون. ترامب واخد موقف تاني، كلم باكستان، كلم زعيم باكستان نواز شريف وقال له كلام ودود جدا في المكالمة، وقال له إن أمريكا تدعم باكستان وإن أمريكا معجبة بأداء نواز شريف، وأكتر من كده قال له إحنا هنسندك وهندعمك، وإن إحنا كمان جاهزين نخش في وساطة مع الهند في قضية كشمير. إذن بعد ما كان في دعم واضح جدا أمريكي للهند عبر سنوات أوباما هيلاري، دلوقتي في تراجع إلى الوراء وفي تفاهم باكستاني أمريكي من جديد. إذن دي كلها محطات بتبين إن ترامب جاي عنده رؤية لما يفعل، العداء مع الصين عكس ما كان يفعل أوباما وهيلاري، التفاهم مع روسيا في سوريا عكس ما كان يفعل أوباما وهيلاري، التفاهم مع باكستان وإضعاف العلاقة الاستراتيجية مع الهند أو عدم إبقائها عند نفس المستوى كما كان يفعل أوباما وهيلاري. إذن في رؤية جديدة لترامب تجاه العالم، والأمر لم يكن فقط مجرد قلة خبرة.